نركز احنا دكتور سلطان ودكتور راشد على موضوع نسوي تعريف احسن بالبدايه، ايش رايك؟ وتاريخ المرض واعراضه، وليش في بريطانيا مو في مكان اخر، وليش طلع الان، وليش اكتشفوه الان، وشنو اعراضه، وهل البقره مثل لما يصيب المرضى ترتعش، هل الانسان راح يصاب بنفس الاعراض يبتدي يرتعش، وهل في حالات فعلا 100%؟ وقالوا انه في حاله عدد دكتور راشد، قيل انه في حاله بالكويت، والامور هذه كلها قضيه تشبيهها بالايدز، يعني قضيه الاغذيه السريعه الفاست فود والهامبرجر والاشياء هذه كلها، شوكولاته والامور هذه كلها. بس انت هل يعني سؤالي مهم؟ نعم. هل حتوجه السؤال ولا لا ناخذ نقاش يصير احسن، اخذ عطى سؤال مباشر بعدين اخذ عطى ونقاش يعني مفتوح احسن يكون دكتور. إيه؟ افضل ان شاء الله. بس عشان الاجابه يعني ما يصير خلط في الاجابه مثلا. اي نعم ماشي. لا اخذ عطى. مساء الخير عزيز المشاهد، اهلا وسهلا بك وحلقه جديده ومجدده من برنامجك ضيف الاسبوع. سعداء جدا بالعوده معك من جديد بعد توقف بدا مع شهر رمضان الفضيل الماضي، ونحن نعود من جديد وموعد جديد. برنامجنا راح يكون ان شاء الله كل ثلاثه من الساعه 11 لما الساعه 12 في فتره السهره، وهذا طبعا اعتقد وقت مناسب للاخوه المشاهدين الكرام اللي بعضهم كان يقول ليش البرنامج في أوقات مبكرة جدا، كما كنا نتابع البرنامج قبل كان يوم لمعة فترة الساعة 1:30 الظهر. نتمنى أنه وقت البرنامج وتوقيته أيضا يروق لك عزيز المشاهد، وأنه الـ 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 الأسئلة والاستفسارات والمواد اللي ممكن نطرحها من خلال هذا البرنامج أيضا تكون في صالحك وتثري بالمعلومات وتعطيك فكرة جديدة عما يدور، خصوصا أن برنامجك ضيف الأسبوع يعمل على تقصي الحقائق والبحث عن الجديد والمفيد اللي يهمك أنت عزيزي المشاهد وأنت تتابع هذا البرنامج، قاعد في بيتك، قاعد في شاليهك، وين ما كنت قاعد في الديوانية، نرحب فيك، نرحب بأسئلتك باستفساراتك من خلال هذا البرنامج عن طريق الأسئلة، عن طريق المكاتبة لنا إذا كان هناك أي مكاتبة، عن أي طريق آخر أهلا وسهلا فيك، لأن هذا البرنامج منك وإليك ونحن لك وأنت لنا. وضيوفنا معنا الليلة يحيونك عزيزي المشاهد، دكتور سلطان أحمد سلطان الخلف، نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. عبد الرحمن حياك الله. الله يحييك. الله يحيي السادة المشاهدين. دكتور راشد عبد العزيز العويش، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، ودام أن فيها الثروة الحيوانية وفيها الصحة أكيد موضوعنا صحي، موضوعنا بقري، موضوعنا ارتعاشي، موضوعنا جنوني، موضوعنا عضلاتي لما ترتخي، موضوعنا كبير، موضوعنا الكل يعرفه من غير ما نقول شنو موضوعنا، ولكن أيضا نقول أن موضوعنا موضوع جنون البقر، هذا الجنون الذي عم العالم مؤخرا، بدأ من بريطانيا ويمكن بدأ من زمان، يمكن من خلال ما راح تتابعونا من خلال الحلقة أنه بدأ من زمان، ولكن ليش الآن تم الإعلان عنه؟ وهل هو في البقر أم في البشر أم في الأغنام أم في الدجاج أم في السمك أم في أشياء أخرى؟ هذا كله راح نعرفه عزيز المشاهد من خلال برنامجنا برنامج ضيف الأسبوع. وبداية دكتور سلطان نبي نعرف المشاهد الكريم ولو باختصار عن مرض جنون البقر تعريف. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة مرض جنون الأبقار أو ما يسمى باللغة الإنجليزية البوفاين سبونجيفورم إنسيفالوباثي، هذا من الأمراض اللي ظهرت حقيقة وشخصت في بريطانيا لأول مرة من قبل مختبرات ويبريدج وسنة 1986. وهذا المرض في الحقيقة ظهر في الأبقار طبعا كمرض نتيجة لظهور بعض الأعراض على الأبقار، أعراض عصبية تنتهي في النهاية بالموت المحقق. ومنذ ذلك التاريخ سنة 1986 بدأ ينتشر في بلدان أخرى مثل إيرلندا الشمالية وألمانيا وسويسرا وغيرها من الدول، لكن حقيقة في بريطانيا بدأ ينتشر بصورة كبيرة، حتى يمكن وصل انتشر المرض في أكثر من 9000 مزرعة من المزارع، وكان هناك يمكن مو أقل من 26,000 حالة مصابة بالأبقار سنة 1991، طبعا بعد ما تضاعف هذا المرض وبدأ ينتشر لحد، وطبعا يمكن كان أكثر الإصابة كانت في الأبقار الحلوب،
طبعا يمكن الواحد يتساءل ليش في الأبقار الحلوب، لأن الأبقار الحلوب عادة ما تقذى على الأعلاف اللي تحتوي على بروتين حيواني أصله جاي من أبقار مصابة، وبالتالي بدأت تنتقل هذه العدوى. حقيقة في هذا المرض في الأبقار يعطي يمكن التعرف عليه من خلال الحالة الارتعاشية اللي تظهر على الأبقار، وحركة الرأس غير الطبيعية، وارتفاع الأرجل القوائم إلى أعلى، وأيضا اللعق الشديد لأي شيء تشوفه قدامه، وفقدان الشهية، وبالنهاية ينتهي بالموت. دكتور راشد، هل مقتصر على البقر أم منتقل إلى الثيران أيضا؟ الثيران؟ إيه والله هي الدكتور سلطان يجاوب أكثر، لأن الدكتور متخصص بيطرة فهو يعرف. أنا أتكلم على الإنسان فقط. على الإنسان. ننتقل إلى الثيران دكتور. ما معنى الثيران؟ أبناء البقر. هو حقيقة يعني هو دائما يقال إن دائما نفس السبيشيز، فبالتالي سواء كان ثور أو جاموسة أو بقرة وهم نفس السبيشيز، نفس الفصيلة. نعم ممكن يعني. بينتقل المرض بالتأكيد يعني. نعم ننتقل إلى الإنسان ونترك الثور والبقر دكتور. نعم بالنسبة للاحترازات أول إنسان يعني أنت الآن، هل في تاريخ محدد لانتقال هذا المرض من الأبقار والثيران فالجواميس إلى الإنسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أبو خالد أنا أشكرك على دعوتي للمشاركة في برنامجك. ممكن أنا بضيف بعض الأشياء الدكتور سلطان ما ذكرها. إحنا لما نتكلم على جنون البقر نتكلم على مجموعة من الأمراض أو مجموعة من نقدر نقول أوصاف مرضية تصيب الحيوان وتصيب الإنسان. نعم. لكن كلها تؤدي نفس النتيجة أو تؤدي إلى نفس التغيرات الباثولوجية في جسم الحيوان أو الإنسان، اللي احنا نسميها الاعتلال الإسفنجي، اللي يؤثر على المخ بالدماغ ويؤدي إلى عمل ثقوب في الدماغ أو في المخ بالذات أو في الأغشية المغطية للمخ، ويسوينا نفس نوع الإسفنجة، عشان كذي أخذ الاسم هذا. نجي نشوف الأمراض هذه موجودة مثل ما قال الدكتور من زمان، يمكن من 86 بدينا في موضوع جنون البقر، أو بدينا في مرض اللي هو خاص في البقر بالذات. لكن هذا المرض أو الشكل المرضي هذا موجود من زمان، من مئات السنين نقدر نقول، على مستوى الأغنام والماعز، في نوع اسمه اللي هو نوع اسمه الاسكربي، ويعتقد أن الماعز أو الأغنام هم السبب اللي نقلوا هذا المرض إلى البقر، على أساس أن دولة مثل المملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية تستخدم العلف أو تحط بروتين حيواني مصدره الأغنام أو الماعز اللي هو الماشية اللي هي مصابة بالسكربي، اللي هو تقريبا شبيه في مرض جنون البقر من حيث الشكل المرضي. نجي نشوف نلاقي مرض ثالث برضو بالحيوان، يصيب حيوانات أخرى مثل حيوانات ذات الفراء، الغزلان برضو تتأثر بهذا المرض، فبالتالي هناك مجموعة كثيرة من الأمراض يصيبها هذا الشكل من المرض. نجي حق الإنسان، الإنسان برضو معروف من زمان أنه يصيب بمرض شبيه بمرض جنون البقر، بسبب أنه مثل ما قلت التغييرات الباثولوجية أو التغييرات المرضية في مخه شبيهة بما هو موجود بالنسبة للبقر، اللي هو برضو النوعي الإسفنجي يؤثر على المخ ويؤدي إلى ثقوب، فبالتالي هذا المرض شخص من زمان ومعروف تحت اسم كروزفيلد جاكوب ديزيز، اللي هو الآن يسمونه السي جي دي، ودائما مشهور فيه الآن يمكن وسائل الإعلام تتكلم دائما على السي جي دي. ومرض آخر اسمه الكورير أو الكرارو، الاثنين دول معروفين من زمان ومعروفين يصيبون الإنسان، مثل ما قلت أنا يؤدون إلى نفس الأعراض اللي موجودة في البقر، اللي هي من حيث عدم الاتزان. يعني شن الأعراض الأولى مثلا قدامك واحد تبي تكتشف إذا في هذا، وإن شاء الله ما حد في هذا المرض، لكن نعم. أول الأعراض ما هي؟ هل لا هو طبعا يبتدي كأي أمراض عصبية، يبتدي فيها قلق، يبتدي فيها اكتئاب، بعدين فيها الدش موضوع عدم التوازن، ابتدي فيها فقدان الذاكرة، أشياء كثيرة لها علاقة في الجهاز العصبي.
عشان كذي يمكن الناس الآن تخوف أي واحد عنده التهاب بالمخ، التهاب سحايا، قاعد يفكرون بحكاية جنون البقر. جنون البقر يمكن قبل يومين ثلاثة اتصلوا فيني، تعال دكتور الحق مستشفى الأميري في حالات جنون البقر. سألنا لقينا واحد عنده التهاب سحايا. فالآن يعني المرض هذا مثل ما قلنا موجود من زمان، لكن ليش الآن صار مهم؟ السؤال هذا مطروح بسبب أنه بريطانيا في يوم 20 مارس يمكن قبل تقريبا 11 يوم صار على المشكلة، أعلنت أنه هو شخصوا 10 حالات مرضية لمرض شبيه بداء السي جي دي اللي قلتك عليه اللي هو كروتسفيل جاكوب. ومعروف أن كروتسفيل جاكوب له علاقة في مرض جنون البقر. بالتالي شنو أعراض هذا الأول عن الثاني؟ الفرق بالاثنين، أما هون هني اللي جايين القضية أو الفرق ما بين الاثنين، وهذا السبب أنه يقول لك إحنا أمام مرض جديد أو تحور جديد لهذا المرض بسبب المشكلة اللي موجودة الآن في الأبقار. المشكلة هني شنو؟ إن هني معروف السي جي دي أو اللي هو الكروتسفيلد، معروف إن هناك في جينيتيك فاكتور عامل وراثي ينتقل، لما ترجع تلاقي فيه الوراثة داخلة في الموضوع هذا. هني الحالات المرضية ما لقوا لها أي نوع من عامل وراثي، فبالتالي هذا نقدر نقول شكل جديد. شباب معرضين أقل من 40 سنة، المرض الأولاني ذاك كان يصيب فوق الأربعين سنة اللي هو أعمار اللي هو المرض المعروف اللي هو جنون جاكوب. البقر لا، إحنا جنون البقر هذا بالبقر، بالبقر أنا قاعد أكلمك على الإنسان. ما هو انتقل من البقر إلى البشر. عدل دكتور سلطان. نعم، بس أنا في يمكن نقطة إذا تسمح لي. تفضل دكتور. يعني المشكلة يمكن الآن اللي تحير العلماء هو إن في نظريات عن الايجنت المسبب لهذا المرض. يعني احدى النظريات تتكلم ان المسبب هو يعني كان اعتقاد انه يمكن يكون فيروس، لكن حقيقه هو مو فيروس، لان وجده في عباره عن مواد بروتينيه خاليه من الاحماض النوويه اللي تكون مسؤوله عن عمليه التكاثر وعمليه التغييرات. هذه اللي محيره العلماء الان في تحديد المسبب الرئيسي، وبالتالي عند اكتشاف هذا المسبب يكون اعتقد من السهل العلاج. متى؟ الله اعلم. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه المهمه ايضا اريد ان أشير لها هي عملية الانكوبيشن بيريود اللي هي فترة الحضانة. فترة الحضانة قد تأخذ من أشهر إلى سنوات. عشرات السنوات، قد تصل إلى 30 سنة في الأبقار وفي الحيوانات. وبالتالي عملية الانتقال للمرض، يعني نتكلم من 86 وبدأ يتدرج وينتشر في بريطانيا على الخصوص، وينتقل إلى دول أوروبا دون أن تلاحظ دول أوروبا هذه المشكلة. حتى بدأت تظهر مثل ما تفضل الدكتور راشد في الناس، وبدأوا يعون لها ويدققون عليها. لكن أنا أعتقد هذه المشكلة مثل ما قلت من 86 موجودة، وكانت موجودة في الأغنام، لأن السكرابي الأغنام ولا الأبقار دكتور؟ أصلاً في الأغنام. في الأغنام. في الأغنام أصلاً من 250 سنة. إذا ترجع للرفرنس كانت موجودة سكرابي ديسيز في الأغنام من 250 سنة. فبالتالي أصبح هذا المرض ينتقل عن طريق الفيدينج للأبقار دون أن يلاحظ الناس هذه الناحية، وبدأ يتكاثر في الأبقار. فموضوع المسبب الرئيسي وموضوع الانكوبيشن بيريد هي النقاط مهمة، إضافة إلى نقطة أيضا مهمة جدا هو مقاومة هذا الميكروب إن صح التعبير لعملية الريزيستنس اللي لعملية البويلينج، عملية الغلي، أو أي كيميكالز ك يعني ما ممكن تقضي على المكروب. تقضي عليه أنت، يعني ربة البيت تأخذ مثلا اللحم ولا المخ ولا تحطه مثلا وتغليه الغلي العادي اللي نطبخ فيه، ما يأثر فيه. وهذه طبعا أيضا من المسببات ومن الخطورة اللي أنا حبست أضيفها. بس نعم تفضل دكتور راشد. طبعا ممكن أضيف الأشعة الفوق بنفسجية ما تأثر عليه، استخدام الكيميكالز. يمكن في تقرير من بريطانيا بين أن ممكن أن الواحد لو غلى 130 درجة
ممكن انه هو يغضي على الايجنت او المسبب اذا كان موجود في اللحم. لكن اللي انا احب اكده يمكن انه وهذا اللي مسبب لنا الهلع يعني الان الناس تساؤلها البقره كلها تعدي ولا شنو الاشياء اللي يمكن تعديك من البقره نفسها. فهناك يعني تاكيد من العلماء ومن المختصين في هذا المجال، يمكن هم اكثر العلماء اللي هم متخصصين في البيطره، ان اللحم الاحمر او عضله البقره ما في غير موجود في الايجنت او المسبب العضله كل لحم يعني احمر عضله يعتبر إيه نعم لحم الاحمر. نتكلم على يعني اللحم الصافي، ما نتكلم على اللحم المفروم اللي دخل فيه اشياء مختلفه، لا نتكلم على اللحم الاحمر اللي هو يعني ستيك لو قلنا ستيكات الستيكات هذه هذا شيء معروف انه ما موجود فيه حتى لو كانت البقره مصابه دكتور. نعم نعم. الشيء الثاني الحليب مال البقره برضو اثبتوا التقارير الاخيره اللي جاتنا من مركز متابعه الامراض بالنسبه للامراض البيطريه في فرنسا دكتور الاو اي اي نعم المكتب الاوبئه الدولي في باريس نعم. فبينونا تقريبا يوم 29 قبل يومين يعني أنا إن الحليب لغاية الآن يعتبر سيف حسب المعلومات، فبالتالي أي منتجات من وراء الحليب، وتكلمنا على جبن أو تكلمنا على الحليب البودرة أو تكلمنا على أشياء كثيرة اللي تطلع من الحليب نفسه حتى هذه اللحظة سليمة. نعم ممكن نعم. يطلع شيء ثاني. إحنا الآن يمكن إحنا اليوم قاعد نسجل البرنامج ها أخ نعم. خالد اليوم إحنا اليوم الاثنين طبعا يوم الاثنين باكر يذاع لباكر في مؤتمر أو اليوم يبتدي يوم اثنين أربعة اليوم واحد ثلاثة. يوم اثنين أربعة مؤتمر في جنيف، مؤتمر عالمي، الناس كلها قاعدة تترقب وقاعدة تنطر هالمؤتمر يوم اثنين وثلاثة حيشارك فيه الأطباء ووبائيين وبيطريين في جنيف. يتوقعون طبعا أن حيكون هناك توصيات من وراء هذا المؤتمر بالنسبة حق يمكن حتنور الناس أو تنور المسؤولين في مختلف الدول عن الجديد فيما يتعلق بهذا المرض. نعم. في إضافة أنا يمكن أبي أصحح معلومة لدى الدكتور راشد إذا يسمح لي، حتى من تقرير منظمة الصحة العالمية وأمامي الآن يقول التقرير إذا تأكد أن الحيوانات مصابة فيجب أن تعدم هذه الحيوانات ولا تستعمل لحومها بأي حال، حتى لو كان لحم أحمر أو أصفر حتى أي تعدم الكركس كلها ليش؟ حتى تكون أنت بالسيف سايد إذا كانت مصابة. إنما طبعا إحنا نتكلم الآن عن اللحوم العادية، اللحوم العادية تقصد اللحوم العادية دكتور اللحوم اللي جاية الآن من مثلا بريطانيا ومن أي دولة من الدول اللي طبعا حتى الآن ما ثبت اشترك يمكن بقرة كانت مصابة حاملة يا أخ أبو خالد أنا أقصد أنا اللحوم اللي جتنا الآن ما في شيء أكد عليها، فلذلك إحنا متحفظين عليها. لكن أنا أقصد إذا جت أبقار من بعض الدول وإحنا مو متأكدين منها ما نقدر نجزم، ما لم تظهر عليها الأعراض نجزم أن هذه الأبقار مصابة. ما لم تظهر عليها الأعراض فهذه انت يعني حتستعملها مثل ما هو حاصل الان في السوق، يعني الابقار من الدول اللي غير مصابه قاعد تستخدم انما اقصد جميع الابقار اللي تاكد فعلا انها مصابه يفضل لا استخدام حليبها ولا لحومها ولا اي جزء من اجزائها. وهذا ما قاعد يحصل الان في بريطانيا، تحرق المزارع كامله كل الأبقار الموجود القطيع اللي في المزرعة كله يحرق. نعم. ليش؟ عشان تكون أنت بالسيف سايد. نعم. طيب شو اللي يضمن أنه ما في أبقار طلعت من بريطانيا دكتور راشد دكتور سلطان إلى بلاد أخرى قريبا بريطانيا ومن ثم تم استيرادها وتصديرها إلى بلاد أخرى؟ هذا ما في شيء تقدر تتأكد منه لأن هذا وارد. نعم. أنه ممكن يحصل الآن يتغير الليبل ويجيك بليبل آخر، أنه منشأ آخر. صحيح. منشأ آخر. صحيح. هذا وارد. نعم. طيب. ولا في طريقة أصلاً. المشكلة الآن إحنا لو جانا الآن أبقار من أي دولة إكس من الدول ما تستطيع تتأكد إن هذه الأبقار أو اللحوم خالية من هذا المرض. لأن لحد الآن ما في تشخيص دقيق وسريع وجازم لهذا. طيب. المرض
في فترة، سؤال مشترك دكتور راشد دكتور سلطان، في فترة عدم التأكد أو عدم التشخيص الدقيق للحم اللي جاي من برا وأنت ما تدري إذا في جنون البقرة أو ما في، شنو الإجراء اللي ممكن تتخذه الدولة؟ هل تتحفظ على اللحم مثلا؟ أو إذا أو جاي من دولة غير معروفة؟ إيه أنت ما تقدر تمنع من جميع دول العالم ما عدا بريطانيا، ما عدا بريطانيا. نعم. اللي ثبت فيها أو نعم. أي دولة أخرى يثبت فيها. نعم. يفترض أنك أنت تمنع كإجراء احترازي. نعم. لأن أنا لما تجيني اللحم ما أقدر أكتشفه، لكن لو جتني بقرة كاملة، بقرة كاملة أقدر أنا والله شكيت في قطيع مثلا لو حالة واحدة أن فيها كيس، ممكن أنا أخذ راندم سامبل عينات من هالأبقار أذبحها. نعم. نعم. عشوائية أذبحها وأخذ المخ وأفحصها تحت الميكروسكوب. المخ يبين تحت طبعا. اللي هو السبونجي فورم. أي اللي تفضل فيه الدكتور راشد. نعم. اللي هو اللي نفسه اللي بيعطي نفس السيمتومز. نعم. سواء في مخ الإنسان أو في مخ الأبقار يعطي نفس الشكل. نعم. اللي هو التثقيب داخل. نعم. هذا التشو. نعم. الموجود. نعم. نعم. طيب هو فضل يعني الآن السؤال يعني المسبب لهذا المرض، اللي لو صح التعبير ان هناك فعلا مسبب هو اللي ادى الى الاصابه بين البشر اللي هم العشر اشخاص اللي قلت عليهم، وهذا المسبب هو اللي انتقل من عن طريق اكل لحوم ابغار مريضه الى العشر اشخاص، لو تاكد هذا الكلام. احنا لغايه الان مو متاكدين. نقول لو تاكد هذا الكلام. يعني لو الدراسات بينت وأكدنا فعلا أن هذا المسبب انتقل من، يعني عشان كذي احنا دائما كلها إجراءات احترازية. يعني احنا ما في الآن كونكريت يعني دلالات ثابتة علمية. ايه ايه نعم. دلالات قوية. ايه نعم. لما أنا تكلمت في البداية وقلت أن اللحم الأحمر. نعم. غير موجود فيه المسبب. يعني أكل لحم أحمر الآن في وضع إحنا موجودين فيه الآن ما نعرف. نعم. بالضبط هل هذه بقرة مصابة ولا غير مصابة. نعم. اللي قاعد يجينا. نعم. أشخاص. نعم. يعني اللي قاعد يجينا الآن أبقار ما نعرف بقرتي رأسها مقصوص مثل ما قال الدكتور، عشان تعرف إن هذه بقرة مصابة ولا غير مصابة لازم يكون رأسها لازم معها. على الأقل عشان تشوف المخ ماله تفحصه. أه. النخاع الشوك أغذي يعني جزء من الجهاز العصبي. أه. عشان تعرف. نعم. التغييرات الباثولوجية والتغييرات المرضية اللي موجودة في شو اسمه في البقرة نفسها. نعم. فبالتالي المسبب نفسه لغاية الآن علميا ما لقوه داخل اللحم الأحمر. عشان شيء لما أنت قلت لي حتى الحليب شنو النصيحة أو شنو اللي بتقوله، قاعد أقول إن اللحم الأحمر لغاية الآن ما في مسبب. ما في مسبب. طبعا راح ننتقل بعد قبل لا نأخذ التلفون، في تلفون ننتقل إلى الجانب الآخر وهو المشتقات الأخرى دكتور. نعم. للحم البقري من شوكولاتة ومن مكياج وي 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 وي. بس خلنا نأخذ التلفون. ألو. الو الو اهلا مساء الخير. علي مساء النور. تفضلي اختي في سؤال. نعم طبعا هو ليش ان الموضوع وايد مهم، فانا عندي اكثر من سؤال اذا يسمح. اذا سمح له تفضلي. سؤالك منو حقه موجه اختي؟ حق اي واحد. تفضلي طال عمرك. اوكي ابي اعرف انا اللي عارفه ان فتره اعتزال المرض هي تقريبا 30 سنه اذا ماني غلطانه، فبي اعرف شنو ادنى مده ممكن تظهر فيها الاعراض. نعم جيد. سؤالك الاول نجاوب سؤالك وخليش معنا الخط دكتور راشد. 30 سنة تتكلم عن فترة الحضانة. الحضانة بالنسبة للحيوان ولا الإنسان؟ إيش تقصدين عبير؟ الاثنين الإنسان والحيوان تقصد. أنا برد على موضوع الـ بالنسبة للحيوان. نعم. طبعا أدنى مدة هي تقريبا 6 شهور. نعم. يظهر فيه، ومن 6 شهور وطالع هي تبدأ الأعراض. نعم. 6 شهور من إصابته بالمرض ولا فترة الحضانة تقصد دكتور؟ لا يعني فترة الحضانة 6 أشهر. 6 أشهر فبعد ذلك تظهر الأعراض. ممكن تأخذ فترة أطول يعني. نعم. تصل إلى 30 سنة. هذا بالنسبة للحيوان. نعم. دكتور راشد الإنسان. تقريبا نفس الشيء، لكن اللي عندي أنا إن الأعراض المرضية يعني عندنا يعني نقول التغيرات أو الوفاة تنتج بعد 3 أشهر إلى سنة من ظهور الأعراض المرضية.
لكن فترة الحضانة مالت المرض تمتد إلى 8 سنوات. تبتدي تقريبا 6 أشهر مثل ما تفضل. مو 30 سنة مثل ما تقول الأخت السعيد. إلى غالي 8 سنوات. 8 سنوات. لا أنا أتكلم عن الحيوان. الحيوان. الحيوان تصل إلى 30 سنة. تصل في الحيوان وليس الإنسان. لا في الحيوان. نعم. أنا دائما أتكلم عن الحيوان. عن الحيوان. كله مفيد. في سؤال آخر. طب دكتور لو سمحت طرق انتقال المرض. من حق سؤالك الى من انتقاله الى الانسان ام الحيوان؟ هنا لازم تفصلين طال عمرك. الو معي؟ نعم. طرق انتقاله الى الانسان ام الحيوان؟ من الحيوان للحيوان ومن الحيوان للانسان، واذا كان في امكانيه انتقاله من الانسان للانسان. نعم. فيما يتعلق بالشق الحيواني، طبعا المرض ينتقل من الحيوان الى الاخر، يعني مثلا انتقل مثل ما قلنا احنا الاحتمال الكبير جدا ان المرض انتقل من الاغنام الى الابقار من خلال العلائق اللي تقدم للابقار، وتحتوي هذه العلائق على مساحيق اللحوم والعظام. وطبعا هذه الان المين سورس، المصدر الرئيسي لعملية الإصابة. أيضا أحب أنوه إلى أن أيضا هذا المرض قاعد ينتقل مو بس بين الأبقار، أيضا قاعد ينتقل بين الحيوانات الأخرى، يعني في الغزلان ينتقل، في المينكس الحيوانات ذات الفراء، حتى اللي يمكن ينتقل للقطط والكلاب لأنها قاعدة تقذى على هذا العلائق اللي تحتوي على مساحيق البروتين حيواني. ممكن ينتقل إلى الدواجن؟ لا، ما ثبت حتى الآن علميا انتقال هذا المرض إلى الدواجن، لأن طبعا لازم نلاحظ أن هناك في عوامل بيولوجية تكون يمكن عائق في عملية الانتقال، وهذا يمكن السبب. يعني الآن احنا لما نتكلم عن الأمراض المنتشرة في الحيوان، هناك أمراض كثيرة سبيسيفيك خاصة في حيوانات ما تنتقل من الأبقار إلى مثلا الكلاب، أو من الكلاب إلى الأغنام وهكذا، لأن التركيب البيولوجي لكل حيوان يختلف. إنما عادة ما تنتشر الأمراض في الحيوانات مثلا المجترات أو الكرنفرس اللي أكلت اللحوم أو الطيور، فهذولا كلهم جروب أو سبيشيز تنتقل في بينهم الأمراض، لكن نادرا ما تنتقل الأمراض فيما بين الحيوانات الأخرى. دكتور علق على موضوع الدواجن. نعم. يعني أنا سألت أحد المختصين في الدواجن في معهد الأبحاث العلمية في الكويت هني، هل مرض جنون البقر ممكن ينتقل إلى الدواجن؟ فأثبت لي أن هناك نوع شبيه موجود في الدواجن ويسموه مثل كريزي تشيك، يعني دجاجة المجنونة بويو لوكو على وقال يعني بلغوني أن ما في أي مشكلة من أن يكون دواجن مع بقر في نفس الحظيرة أو نفس، لأن أمراضهم مختلفة وما ينتقل واحد إلى واحد. يمكن أنا حسب ما أنا بلغوني، أنا مو متخصص في هذا المجال دكتور صلح لي، لكن هذا اللي بلغت من معهد الأبحاث العلمية في هذا. ما ينتقل. ما ينتقل. يعني الآن علينا بالدجاجة والسمك. خلنا أكمل الأخت اللي سؤالها برضو على موضوع نقلة من الإنسان. دكتور تفضل ما يتعلق بالحيوان، نقلة من حيوان إلى آخر. بالنسبة حق الإنسان، أنا مثل ما قلت إن لغاية الآن غير متأكدين أن المرض أو الحالات المرضية اللي تم الإبلاغ عنها 10 حالات أن سببها هو المرض اللي هو جنون البقر اللي موجود في الأبقار. لغاية الآن إحنا غير متأكدين. أحيانا من ضغط الحياة يصل إلى مرحلة الجنون. نعم. لكن إذا صح الكلام هذا، وأن هذول الأشخاص نقدر نقول حتى كمان يمكن من واقع المعلومات اللي عنهم، إنهم هذول كم واحد فيهم يشتغل في مجال الأبقار، يعني قصاب أو فبالتالي قريب من نقاط العدوى. نعم. نعم. شيء ثاني كمان قالوا إنه ممكن إنه يكون يعني العدوى جات لهم من الجهاز العصبي أكثر شيء.
ويمكن برضو بلغوا على أساس أن مكينة النشر اللي تستخدم في تقطيع قطع اللحوم ولم طبعا دائما هي تكون على ناحية النخاع الشوكي وهذا، أن هي ممكن تكون هي سبب التلوث من حيث أن شكل البودرة اللي تطير، وممكن هذه. وممكن الشيء الثاني كمان أن عملية العلف اللي موجود اللي هو أصلا ملوث ببروتين حيواني من حيوانات أو من أغنام مريضة، ممكن يكون هذا السبب في أنه انتقل إلى هؤلاء. طيب على ذكر وجود المرض في الإنسان دكتور، وشيع أنه تم اكتشاف حالة مرضية في الكويت، ما مدى صحة هذا الخبر؟ والله هو طبعا الخبر قيل قبل أسبوع أو 8 أيام أو 6 أيام أول ما بدأت المشكلة، يعني أن أحد الأخصائيين الأعصاب في الكويت قال أن هناك حالة كروتسفيل جاكوب، وأنا قلت أن كروتسفيل جاكوب موجود من زمان في العالم كله، ومعروف أنه هو نفس الحالة المرضية نفس اللي موجودة في الأبغار وموجودة في الإنسان، لكن الاكتئاب مثل ما قلنا وفقد التوازن أكثرنا مكتئب على أيام دكتور، فليكون مصابين بجنون البقر وإحنا ما ندري. الله يا أخي نتشيك إحنا حاضرين. بس ترى في نقطة أنا أحب أنوه لها، يعني أكالة الباتشة خلون بالهم بعد ترى مخ ترى موضوع. طبعا احنا نتكلم اذا كان هذا الباتش جايه من برا، روس ما روس جايه من برا يعني من اوروبا وكذا، انما يعني يمكن احنا نشوف كثير محلات تعرض المخ الموجود او بعض مثل سبانال كورد، لان انا في الابقار يعني دائما او اللي في التكست بوك يركزون على أن عملية الانتقال تتركز في المخ، يعني للناس اللي تأكل المخ أو تأكل الرأس مثلا، أو من الحبل الشوكي سندويشات المخ تقصدها إيه، أو أن يكونون أيضا اللي بيستعملون الطحال السبلين أو بعض الانتستين اللي يستخدمونه في السجق إضافة إلى بعض الغدد اللي طيب قد تكون موجودة النقانق ومقانق على ما هذا يسموه السجق أنا سجق الهمبرجر هذا اللي بوصل له أنا الأكلات السريعة الفاست فود هذه، شبابنا كله يركز على الأكل السريع دكتور. سؤال مشترك فقبل لا ندخل الاستوديو نسجل قلت دكتور أنه الهمبرجر ومحتويات هذا ممكن يحتوي جميع أنواع اللحوم الموجود في البقرة أو في أي ما شابه ذلك، فهو سبب ممكن يكون سبب من أسباب الإصابة. إذا كانت اللحم المفروم أو مصاب. الهمبرجر اللي هو مصنع بهذه الطريقة اللي هو داخل فيه أحشاء داخلية وداخل فيه مصارين وأعصاب أيضا، إذا كان هذا التركيبة هي نفسها يعني في بعض الهمبرجر صراحة بالطريقة هذه إنه هو يأخذ كل مكونات البقرة، هذه طبعا احنا نخاف منها لانه ممكن يكون هناك يعني هناك مجال للعدوى، احنا ما تاكدنا الان شنو المسبب يعني، ولكن الوقاية خير من العلاج. طبعا انا يعني ليش قلت يعني حبيت انوه يعني ان الواحد يكون بالسيف سايد، اذا كان هناك في تباع او المخ اللي قاعد يباع او استورد من برا ويباع، يعني قد يستورد من بعض الأماكن، الواحد يكون يفضل أنه يكون يجنب نفسه استعمال هذه ويتوقف عن أكل سندويشات المخ والباتشا حقيقة مثل يعني أنا أفضل أنه يتركز هذا المكروب أو هذا العامل المسبب في المخ والنخاع في المخ والنخاع وبعض الغدد اللمفاوية وغيرها اللي هي يعني ناخذ تلفون دكتور. ألو ألو نعم اهلا تفضل مساء الخير. مساء الخير تفضل معك برنامج ضيف الاسبوع توجه بسؤالك. اخوي معك الدكتور عواد جسم الجدي مستشار اداره الارشاد والاعلام الزراعي بالهيئه العامه لشؤون الزراعه والثروه السمكيه. تفضل دكتور عواد سؤالك لمن دكتور لضيفينا عندنا الدكتور سلطان احمد سلطان الخلف والدكتور راشد العويش. نعم ونعم من الموجودين انه يعني اخر ما سمعنا انه الاعلاف هي المتهمه الاساسيه بقضيه جنون البقر الأعلاف. فإذا كانت يعني إذا كان هالرأي العلمي هذا صحيح، فأنا الحقيقة لي تعليق علمي على هالكلام إنه هي العلاقة بين البيئة والأعلاف. فالدول هذه الدول الأوروبية وخاصة دول شمال أوروبا هذه دول صناعية ودول ملوثات بشكل كبير جدا،
فروبرت سميث من عام 1872 كتب تقرير عن الأمطار الحمضية مدينة مانشستر البريطانية، واستمر سلسلة يعني مسلسل التلوث والتلوث بالمواد الصناعية والغازات والأكاسيد المختلفة إلى الآن. فهل من علاقة بين الملوثات والأعلاف؟ بالتأكيد هو في علاقة بين التلوث الهوائي، تلوث البيئة بها المناطق هذه والأعلاف. فممكن تكون هالملوثات هذه انتقلت يعني عن طريق الأعلاف للحيوان وساهمت أو أصبحت سبب بهذا المرض. يعني أنت دكتور تبي تربط بين ما قال روبرت سميث في 1872 وما حاصل الآن؟ يعني ليس فقط، يعني أنا بربط مسلسل التلوث اللي موجود بهالدول هذه وبين المرض هذا، مرض جنون البقر، لأنه أكيد في علاقة أكيدة بين التلوث وبين الأمراض هذه المختلفة. هذا واحد. اثنين، قضية الهرمونات، هرمونات النمو التي تستخدم مع الأعلاف لزيادة الوزن. فهذه الهرمونات يعني ألا يمكن التفكير بإقامة كنترول للأعلاف أو كنترول على الأعلاف المستوردة؟ لأن هرمونات النمو الحقيقة هي لا تستخدم لأعلاف الأبقار أو الماشية فقط. مثلا أنا بضرب مثال الدواجن، الدواجن أيضا يستخدمون لهرمونات نمو لزيادة نسبة التحويل، يعني زيادة نسبة التحويل للغذاء عند الدواجن. فاللي بلفت النظر له أن يكون هناك كنترول خاصة على الأعلاف اللي يسمونها السوبر أو الهرمونات المستوردة من الخارج، أساس أنه حصر أو تحديد بالضبط الهرمون المسبب لهذه المرض أو لهذه العوارض المرضية. شكرا دكتور عواد. شوف إذا في أي تعليق من دكتور سلطان. تفضل دكتور راشد، خليك معنا الخط دكتور عواد. يعني هناك في حقائق صراحة مذكورة وقرأت حول هذا الموضوع، وهي اللي يعني وضعت كمسبب لهذه المشكلة. لما نتكلم على مرض يعني يصيب الماشية والأغنام اللي هو السكريبي كمرض، هذا موجود ومعروف من زمان ويسبب مشكلة في بريطانيا من السابق. وهذه الحيوانات اللي هي أصيبت بهذا المرض تم استخدامها كمواد بروتينية في الأعلاف، وهي اللي يعني اللي يتوقع ان هي مسببه، لان نفس الميكروب او نفس انتقل المجموعه مالت الامراض هي واحده. فهي هذه يعني هي اللي خلت الارتباط ما بين الاثنين واضح. لو تكلمنا على موضوع يعني شغله خاصه بالانفايرمنت والتلوث البيئي، اتصور يعني كردا على هذا الكلام ان مو لازم بس الابقار بس اللي تصير لها المرض اذا كان تلوث بيئي، لان التلوث البيئي يصيب الكل موجود على الارض، يعني من دجاج، من دواجن، من يعني اشكال والوان من الحيوانات. مو لازم بالضروره الابقار بالذات هي اللي تتاثر مباشره. يخيل انا وجهه نظري، ما اعرف الدكتور اذا عنده شيء. انا عندي تعليق، هو يمكن السؤال ينحصر في ان هل المواد هذه الصناعيه كملوثات للبيئه هل هي ايضا لها دخل اختلاطها يمكن بالاعلاف؟ لان تعرف هذه الاعلاف اصلا كلها مواد نباتيه غالبيتها، يعني تزرع وثم تتلوث من البيئه، وقد تكون تختلط معها، وبالتالي تكون هناك بعض الشوائب نتيجه التلوث ممكن تختلط مع هذه الاعلاف وبالتالي تسبب هذه الامراض. هذا سؤال. والسؤال الثاني هو موضوع الهرمونات النمو. أنا برد على الشق الأول اللي هو المواد الصناعية. يعني المواد الصناعية من السهل إذا كان في هناك أي تلوث داخل الأعلاف من السهل اكتشافها. ويعني مثل ما قال الدكتور راشد، هي مو محصورة فقط في الأبقار، محصورة في الدواجن، محصورة. إذا كان أخذنا بهذا المسبب فبالتالي ممكن يكون هذا السبب يؤثر في جميع الحيوانات دون أن يختص في حيوان معين. إذا كنا أخذنا بهذا المبدأ أو بهذا المنطلق كمواد صناعية ملوثة للأعلاف. الموضوع الثاني اللي تفضل فيه الدكتور عواد ما يتعلق في الهرمونات النمو أو ما يسمى بالجروث بروموتر، وهذا يستخدم في أيضا الحيوانات ومن السهل أيضا اكتشافه لأنه عبارة عن مواد بيولوجية، من السهل اكتشافه
في المواد العلائق اللي تعطى للحيوانات، وأيضا الأعراض اللي تظهر في الحيوانات كنمو سواء تعطى للدواجن أو الأبقار هو النمو السريع. نعم. هذا يخالف تماما الوضع الحالي، هناك ما في، هناك في تغيرات بيولوجية قاعد تحصل، يعني في 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 موت، في نفوق، هذه ما تسبب هنا في نمو، هنا في نمو. نعم. فيختلف الطرح، يختلف الآن. نعم. فأنا يمكن ما أتفق مع الدكتور فيما ذهب إليه أن قد يعني السبب أنه قد تكون مواد صناعية أو هرمونات. نعم. النمو، إنما كلاهما أيضا له تأثيره، بس إن يعني بطريقة مختلفة، مختلفة. نعم. شكرا دكتور عواد. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. شكرا. ننتقل للجانب آخر دكتور راشد، هل في هناك من ذهب إلى تشبيه جنون البقر بالإيدز؟ نعم. إنه صعب اكتشافه، وإنه على المدى البعيد ممكن يصيب أكبر عدد، وإنه وإنه وإنه، وإنه. ما مدى صحة هذا الكلام دكتور؟ والله إذا إحنا تكلمنا على يعني ظهور المرض هذا، يعني تكلمنا على ظهور مرض الإيدز في عام 81، اكتشاف 83 أعتقد، اكتشاف الفيروس. الفيروس. نعم. أنا أتكلم على الإيدز. أنا أتكلم على الإيدز. نعم. الإيدز طبعا ظهر في أول حالات سجلت في الولايات المتحدة كان في عام 81. نعم. وظهر المرض هذا في شواذ جنسيا، وظهر نوع من السرطان مصاحب لمرض الإيدز اللي هو سرطان كابوسي. وسرطان كابوسي كان معروف يعني علميا، ومن وينتشر في أفريقيا وينتشر في الدول في كبار السن، لكن ظهر مع الإيدز في صغار السن اللي هما بين 26 و 35 سنة اللي هما الشواذ جنسيا. فهني الفكرة ظهرت ان هناك مسبب جديد تدخل وخلى هذا المرض يتحور بشكل جديد. الآن احنا في مرض نفس الشيء مصاحب لمرض البغر اللي هو مثل ما قلت اسمه كروتسفيلد جاكوب، موجود من زمان ويصيب كبار السن، الآن ظهر شبيه لهذا المرض يصيب صغار السن اللي هم أقل من 40 سنة، وما في أي علاقة عائلية في هذا الموضوع، وأشياء كثيرة مرتبطة بذاك المرض الآن ظهرت حديثا وبينوا أن هذه ممكن أن جنون البغر أو يعني العلاقة جنون البغر هي اللي تسببت في هذا المرض. نجي نقول أن هناك ارتبط الشاذي أو القرد بالإيدز. ونتكلم بالإيدز لما تكلمنا على القرد الأخضر وقصص كبيرة على القرد الأخضر وما طلعت، الآن هنا دخلنا في موضوع البغر، فنقدر نتكلم لو صورنا القصة يعني قصة هذا وقصة هذا حنلاقيها يعني متشابهة. ولغاية الآن احنا ما نعرف مسبب مرض جنون البغر أو المرض اللي هو أصاب العشر أشخاص دول بالضبط. قعدنا سنتين احنا في الإيدز لغاية عام 83 لما اكتشف لوك مونتنية أن هناك فيروس مسبب الإيدز. فممكن إن شاء الله إحنا ما نقعد بعد سنتين عشان نعرف شنو اللي سبب الحالات جنون البقر. دكتور، أبقار الكويت سليمة؟ عندنا مزارع كثيرة للأبقار ولله الحمد، فما صحة أبقارنا في الكويت؟ نعم. طبعا إحنا يعني أنا أستطيع أن أؤكد أن الأبقار الموجودة في الكويت سليمة، والدلائل كثيرة أن إحنا منعنا أولا منعنا استيراد من بريطانيا من سنة 86، منذ اكتشاف هذا المرض منعنا الاستيراد، وما زلنا لا نستورد أبقار من بريطانيا ولا من إيرلندا الشمالية. يمكن استيرادنا متركز بالدرجة الأولى على ألمانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية. فطبعا هذه الدول تعتبر يعني أنا يمكن ذكرت أثناء كلامي كان بال 89 بدت هذه الأمراض تنتشر، لكن في ألمانيا من 89 تقريبا كانت من أوائل الدول اللي منعت الاستيراد من بريطانيا، يمكن ظهرت عندها بعض الحالات ومنعت المرض، ويمكن صار خلاف كبير على هذه النواحي يعني بين الاتحاد الأوروبي على موضوع وقوف ألمانيا ضد بريطانيا في هذا الخصوص. لكن احنا ولله الحمد لم تظهر عندنا هذه الحالات مثل ما قلت بين الأبقار على مدى هذه السنين اللي فاتت،
وطبعا نتيجة الاحتلال العراقي أكل الجنود العراقيين كل الأبقار الموجودة في الكويت وذبحوها. عساها كانت مصابة بس بجنود البقر إن شاء الله. ومن ثم ومن ثم يعني ومن ثم من بداية التحرير وحتى الآن جميع الأبقار الموجودة هي قطيع جديد داخل الكويت. أقدر أقول يمكن 99% من الأبقار الموجودة هي قطيع جديد. وطبعا إحنا يمكن الميزة الجيدة عندنا في الكويت إن القطيع عادة ما يظل سنوات طويلة، يعني يمكن كل 3-4 سنين يتجدد هذا القطيع، لأن إحنا الأبقار هي أبقار حلوبة. نعم. وبالتالي ممكن استخدامها. نعم. وأكل. نعم. لحمها. نعم. ومشتقاتها ولا في أي مشكلة. طبعا أنا لما أتكلم يعني أنا مستهلك في الدرجة الأولى. أي. يعني لما أقول هذا الكلام ما أتكلم يعني عشان أبرر للناس أو إنه كنوع من التطمين، لأن أنا مستهلك أكل لحوم، أولادي يأكلون، زوجتي، أبوي، أمي كلهم يأكلون، فبالتالي أنا أتكلم كمستهلك مستهلك. يهمني بالدرجة الأولى إني أنا لما أقول معلومة تهم الجميع. صحيح، ولازم تكون 100%. 100%. إضافة إلى إن إحنا يمكن من بريطانيا ما استوردنا إلا 500 كيلو أذكرها. نعم. سنة 94، وغيرها لم يدخل أي من بريطانيا طبعا. 94 500 كيلو من المواد البروتينية اللي تحتوي على اللحوم وشد راحت. وهذه طبعا تعتبر كمية يعني صغيرة جدا لما تتكلم أنت عنها، لأن إحنا بالدرجة الأولى قاعد نعتمد على مصنع البروتين الحيواني الموجود في الكويت داخل الكويت، واللي هو أصلا جاي من الأبقار الحية اللي تذبح في المسالخ أو من الأغنام أو من الدواجن. نعم. في تلفون. ألو. ألو. أهلا، مساء الخير. مرحبا. أهلا. أهلا وسهلا. نعم. لو سمحت أنا بغيت أسأل الدكاترة. نعم. بالنسبة لوزارة الإعلام. نعم. ووزارة الصحة. نعم. يعني بالنسبة لهم إحنا الحين قاعدين نسمع عن مرض جنون البقر. نعم. ومؤكد عالميا هذا المرض. نعم. لكن المشكلة إن هنا بالكويت مو مغطى إعلاميا، يعني هناك صارت ضجة إعلامية كبيرة. واحنا شنو قاعدين نسوي يا منيفة الحين؟ بس المشكلة شنو هو ان احنا الحين قبل هذا البرنامج. نعم. الناس قاعدة تخاف الحين، كل شيء عندنا احنا الحين بالبيت انا كوحدة مستهلكة. نعم. صار عندنا كل شيء ممنوع. صحيح. الالبان لا، الاجبال لا، كل شيء خوف عموما. يعني صار عندنا نعم الخوف. نعم اخت منيفة. تابع البرنامج. وستجدين بعد سؤالك هذا مباشرة بوجه سؤال الدكتور راشد العويش عن المشتقات او الاشياء الاخرى اللي فيها، حتى المكياج يا منيفة يقول ايضا ممكن اذا في خطر، فتابعي وان شاء الله ما كل الخير يا منيفة. زين، بغيت عندك سؤال معين تفضلي. ايه، هو سؤالي بالنسبه للمرض هذا، هل صحيح ان في حالات وجدت هنا بالكويت وهم حالتين عددهم؟ بالبشر ولا بالبقر؟ لا بالبشر. بالبشر. ايه. الدكتور قبل شوي راشد، الدكتور راشد نفاهة، وقال انه ما في ولا حاله بالكويت تتعلق في الاصابه بجنون البقر، فالكل سليم ان شاء الله يا اخت منيفة. يعني لان صارت اشاعات وكذي، فشيء نوع من كون نوع من الرعب. لا ما في رعب ان شاء الله، ومن خلال برنامج ضيف الاسبوع ستجدين الحقيقه. يعطيك شكرا منيفة. شكرا. مشكورين. شكرا. نعم. مشتقات الابقار دكتور، حتى المكياج، كيف المكياج ينتقل الى المراه فتصاب بالجنون؟ تباين ناوينية. ما عندنا شيء ضروري. اليوم بسوي لك سالفة مع المدام. فعلا الميك اب ممكن ولا ما ياكلون طبعا انا مو متخصص امراض جلدية. نعم. لكن اذا تكلمنا على مشتقات الالبان، وانا ذكرت يمكن من خلال التقارير الموجودة عندنا ان الحليب ومنتجات الحليب كلها تعتبر سليمة، يعني على اعتبار أن لو قلنا أن هذه جاية من أبغار ما ظهرت عليها الأعراض المرضية. نعم. إذن كل شيء ظهرت عليها الأعراض المرضية، طبعا المطلوب هنا أو القرار هنا أنه لازم تعدم ولا يستخدم حليب. المكياج إيش يدخل فيها من ضمن الدهون؟ الدهون مثلاً. ممكن الدهون الحيوانية. نعم. احنا ما نقدر نقول والله ان كل واحد يدور على مكياج جاي من دهون نباتيه، هذا لان لو تشوف انت الدهون الدهون داشه في كل شيء. نعم.
يعني حتى يمكن عندك أدوية معينة فيها دهون، أشياء كثيرة داخل فيها الدهون. لكن الآن إحنا دائما قاعد يعني حاطين احترازات أكثر من اللازم، يعني نمنع حواء من استخدام المكياج إلى حين ظهور نتيجة أخرى. أبو عبد الرحمن، والله أنا بودي أعلق على موضوع المساحيق. أنا قلت يمكن نقطة مهمة، قلت دائما إذا في دولة فيها ثبت الإصابة أي منتجات يفضل الواحد يكون كإجراء احترازي يتجنبها إذا فيها دخول مواد حيوانية لسبب، وأن هذا العامل قد يكون موجود في أي جزء. يعني ما دام الآن ما في شيء علمي يثبت بشكل قاطع أن هذا المسبب ينتقل فقط عن طريق اللي أنا ذكرتها، يمكن المخ، هذا طبعا سبب، السبب الآن الأكثر احتمالا أنه يكون ينتقل لكون هذا العامل يسبب بالدرجة الأولى في المخ، إنما ما في شيء يقطع بشكل يقيني أنه ما ينتقل مثلا للحليب، ما ينتقل للحوم، ما ينتقل لكذا. فلذلك يقول لك إذا في قطيع عندك مصاب اعدمه تماما عشان تكون أنت بالسيف سعيد. فأنا أقول أضرب مثلا، الآن عندك الأنثراكس اللي هو الجمرة الخبيثة اللي تصيب الأغنام، هذا حتى الفرشة مات الحلاقة اللي هي أصلا جاية من الأغنام قد تكون فيها السبور اللي هي المسبب لهذا المرض، لأن هذا السبور ممكن يقعد مئات السنين متقوقع داخل هذه الحوصلة، وثم إذا وجد أي عامل انتقالي ينتقل منه. فأنا أقول يعني هذه يعني الإنسان يحاول قدر المستطاع إنه ما دام ما في شيء قاطع تماما، لا عرف لحد الآن الإيجنت المسبب، نوعيته، تركيبه، طريقة الانتقال بشكل قاطع، الآن كلها سسبشن، احتمالات إنه ممكن يكون كذا كذا، مبنية على الظواهر العامة. لكن احنا كأمور احترازية يفترض ان احنا نحاول قدر المستطاع ان نتجنب، خاصة من دول اللي احنا يظهر منها هذا المرض بشكل قاطع، حتى يظهر ما يخالف ذلك. ما يخالف ذلك، هذا الوقاية خير من العلاج. والله انا يعني انا صراحة للأسف يعني اخالف الدكتور بهذا الرأي. يعني اذا اخذنا من هالمنطلق هذا ان كل شيء دخل فيه حيوان أو بالذات البقرة يعتبر يعني مسبب، يخيل لي أشياء كثيرة لازم نبتعد عنها. وبعدين لو تشوف احنا نتكلم على أوروبا الآن، كل المنتجات البريطانية موجودة في أوروبا، يعني إيش معنى شيء اللي جاي من بريطانيا بس؟ كل الأبغار اللي موجودة راحت إلى فرنسا، وراحت أكثر تصدير. يعني بريطانيا ما تمثل لنا احنا كمصدر للحوم، تمثل لدول أوروبا أكثر شيء. فبالتالي الآن إذا بشوف أنا لولا بس أحط بالي حق الأشياء المساحيق اللي هي من أوروبا، من بريطانيا، لا ما كل شيء موجود برا، مصانع كثيرة موجودة برا معتمدة على منتجات جاية من هنا. يعني نوقف كل الميك اب في الأوروبا. أما أنا قاعد أقول، أنا ما قاعد أقول الميك اب، أنا قاعد أقول إن إحنا ما لازم نوصل إلى هذه المرحلة من التخوف. من التخوف. إحنا عرفنا في أشياء مثبتة حاليا علميا الآن نمشي عليها. إن اللحم الأحمر سليم. هذا والدكتور خالفك بالرأي. والحليب أيضا قلت سليم والدكتور خالفك. لا دكتور لا ما يحالب، أتفق معاه بموضوع الحليب لأنه ما في شيء يثبت حتى الآن. والحليب نعم، أنا أقول إذا كان كلامي واضح أبو خالد، إذا كان القطيع مصاب، ما عندنا قطعان مصابة، أنا أتكلم من بلدان، بلدان البلدان إيه؟ هذا اللي قاعد يحصل الآن في المزارع اللي حصلت الآن من كم من أسبوع، يمكن في فرنسا في مزرعتين تم إعدام القطيع كله. نعم. فأنا أقول يعني القطيع هذا يفضل، هذا حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، إن إذا ثبت إن هناك قطعان مصابة يفضل إن لا يستخدم لا لحومها ولا ألبانها ولا أي جزء منها. طيب إحنا شيء ضمن لنا إنه المساحيق أو بعض الأشياء معمولة اوريدي من قطعان من ابقار مصابة، هذا ما تقدر احنا اذا انت بتطرح بهذا السؤال، يمكن تسمح لي دكتور، يمكن هذا سؤال يعني كبير جدا. لكن انا قاعد يعني انا اقول هناك الاتحاد الاوروبي 15 دولة بما فيهم بريطانيا، لما منعت 14 دولة باستثناء بريطانيا طبعا لان هي المتضررة، منعوا الاستيراد بشكل مؤقت.
يمكن تركز هذا على اللحوم وعلى الأبقار لأنه ثبت الإصابة في بريطانيا. أنا أقول إن إحنا يعني أنا لما مثلا ما أستخدم مساحيق ولا ما أستخدم مثلا ألبان أو اللي هو يعني بشكل مؤقت، أنا ما أقول على طول ومن دولة واحدة، أنا ما أعمم هذا الكلام على أوروبا كلها، أنا أتكلم من دولة واحدة لما يثبت فيها أكون أنا بالسيف سايد، لأن في بدائل، في بدائل كثيرة. طيب حتى البودر، حليب البودر نعم ايضا يشمل الموضوع هذا دكتور؟ لا لا نتكلم البودر جاي من الحليب نفسه، الحليب العادي ما نفسه. الحلويات دكتور، انا عفوا الان يعني احنا لو مشينا من المنطلق هذا ان كل شيء ممكن يكون معدي، الان كان توقعنا بريطانيا كلها الان يعني الكل جاي صاحب جنون البقر والناس يعني معنا شفناهم قبل اسبوع انا والدكتور سلطان شحليلاتهم. اي انا اتكلم انا اتكلم على 10 اشخاص نعم صحيح تم التبليغ عنهم، والاشخاص دول لهم علاقه في عمليه الذبح والاشياء هذه، فهذا مرض يعني بعد محصور في مكان معين. نعم. ما نبي نوسع قاعدته كثير. الحلويات ما لها علاقة أيضا دكتور؟ حلويات وايد حلويات عندنا بريطانية وما أكثرها محبوبة من قبل الكويت. شوكولاتة قصدك أنت؟ شوكولاتة نعم. يعني أكثر شيء الآيس كريم أيضا، آيس كريم المستورد أيضا، آيس كريم جاي داخل فيه الحليب، فإحنا يعني إحنا اتفقنا الآن أن الحليب ما عنده مشكلة سليم يعني فأرجو أنا طبعاً إن إحنا من خلال برنامجك هني. طيب إحنا عندنا الحين دقيقتين أو أكثر شوي، شن نقول الخلاصة، شن نقول اللي توصل للمشاهد دكتور راشد دكتور سلطان؟ والله أنا إذا تسمح لي بخالد أنا أقول الخلاصة إن إحنا يعني ممكن ألخص هذه النقاط اللي إحنا يمكن أثرناها بعدة نقاط، هي إن إحنا ما في شيء علمي قاطع بحدوث هذا المرض، والمرض محصور يمكن فقط في بريطانيا، ونتعامل الآن فقط مع بريطانيا، وأعتقد حتى يمكن قرار مجلس الوزراء يتعامل بهذه المحدودية من التعامل مع عملية الاستيراد بريطانيا. إيه المنتجات بريطانيا وحتى التحفظ عليها. يمكن الدكتور قال على عملية ما نبي نوسع القاعدة بالنسبة للمنتجات الأخرى، قد يكون هذا رأيه، إنما أنا رأيي يعني مو كقرار حكومي كاحتياط، إيه أنا أتكلم كشخص أنا أكون من باب الاحتراز، أيضا أحاول أقلل قدر المستطاع حتى تظهر الصورة نعم. واضحة أنا نعم. هذا يعني باختصار رأيي. رأيك باختصار دكتور قبل أن ننهي؟ أنا أركز صراحة على موضوع الأماكن اللي فعلا مثبتة أن هناك مسبب فيها المخ وال مثل ما قلنا الأحشاء الداخلية، المصارين، النقانق، السجق، الهامبرجر، الأشياء اللي أنا الأشياء اللي أنا مو واثق منها صراحة. صحيح. كلحم صافي لغاية الآن أنا مثل ما الكباب قلت الكباب هذا الخشخاش لحم مفروم الكباب احنا امام مؤتمر عالمي باكر نعم وبعد باكر في نتائج واللي بجدر جنيف راح يطلع لنا ان شاء الله فان شاء الله يمكن حلقتك الجايه حتنوه انت عن مواضيع خاصه يعني نعمل ان شاء الله ان يقينا منا واحنا نتمنى لكل الدول بما فيها بريطانيا نتامل ان شاء الله يعني الخير من باب الانسانيه ان الله يحميها من هذه الأمراض ويحمي البشرية كلها إن شاء الله ونتأمل أن هذا شيء إن شاء الله عارض وما يكون هناك بهذه الخطورة اللي يمكن ضخمت أكثر من اللازم من اللازم إن شاء الله. نعم عزيزي المشاهد لا يسعنا في ختام هذا اللقاء من برنامج ضيف الأسبوع إلا نتقدم بوافر الشكر الجزيل لضيفي البرنامج الدكتور سلطان أحمد سلطان الخلف نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. طويل الاسم عبد الرحمن واهي والله يا خي حاولنا نختصر منه وجودك يقلل هذا نعم نعم وأيضا الدكتور راشد عبد العزيز العويش مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة أمين لك عزيز المشاهد الصحة والعافية بعيدا عن الاهتزاز والاختضاض والقلق والتفكير فإذا كنت من المفكرين لا تفكر يمكن أنت مصاب بجنون البقر إن شاء الله ما في جنون البقر لأن
الصحة هي مطلب للجميع أعتقد. بس أبو خالد أنا بقول إذا اختصار ترى ما تأكل سمك. نعم. إيه ف يعني بتختصر بتشيل السمك. أنا أخشى إنه أسعار السمك ترتفع أكثر. هي العامة للزراعة. نعم. وشيل الثروة السمكية ما أنا ما تأكل سمك. حياكم الله. عزيزي المشاهد نلقاك في الأسبوع المقبل قبل هذا الوقت بساعة كاملة حتى نلقاك نقول لك مع السلامة. نرحب بأسئلتك واستفساراتك وملاحظاتك. أهلا وسهلا بك وشكرا لكم مرة أخرى. حياكم الله. وسلامتكم من جنون البقر. مع السلامة.